اختتمت اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي عقدت برئاسة الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي المشرف العام على التخطيط والاستشراف الإعلامي بوزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ناقشت 12 بندا. هذه الدورة تميزت بجدول أعمال حافل بالبنود المهمة والتي كان على رأسها بند القضية الفلسطينية، وتمت مناقشة العديد من الإجراءات التي يفترض أن يقوم بها الإعلام العربي في مواجهة هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تحدثنا في هذا الاجتماع إلى ما يتعلق بتنفيذ الخارطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030. هذا وتم إدراج مقترح المملكة ضمن اجتماع اللجنة حيال تطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع الشركات الإعلام الدولية. المملكة العربية السعودية تقدمت في بند جدول ما يستجد من أعمال على برنامج سيكون له الأثر الطيب في دعم وسائل الإعلام العربية من خلال تقديم مقترح للاستفادة من منصات ما يطرح وما يبث من منصات التواصل الاجتماعي ليكون دافعا لتحسين مستوى أداء القنوات الفضائية من حيث الاستثمار. وتسلمت منى المري رئيسة نادي دبي للصحافة درع الإعلام العربي من قبل الدكتور خالد الغامدي. للإخبارية دانا بشيتي، دبي.